حول هذا المؤتمر وما يتضمنه. معنا من الإسكندرية مراسلة أون لايف الزميلة دينا حويلق. دينا أهلا بك. الجديد في هذه الاتفاقية وفي هذا المعرض وذلك المؤتمر الذي يتعلق ب يعني سلعة استراتيجية مهمة أو مورد استراتيجي مهم مصر تتقدم فيه، خاصة بعد الشفات الأخيرة آخرها حقل ظهر. اهلا بك سيد، بالفعل من محافظة الاسكندرية عروس البحر المتوسط ومن داخل مكتبة الاسكندرية بنتابع معكم انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض موكل عام 2018 في دورته التاسعة بحضور كبير من الشركات العالمية وايضا المحلية. بنتحدث هنا عن 12 دولة مختلفة حول العالم. ايضا افتتح وزير البترول والثورة المعدنية المهندس طارق الملا منذ قليل هذا المعرض الذي اقف به الان به 200 شركة عالمية ومحلية. معي الان على الهواء مباشرة المهندس سامي اسكندر وهو نائب المدير التنفيذي لشركة شل العالمية. لو حدثنا أكثر عن الاستثمارات في هذا القطاع. برحب بحضرتك. شكرا. لو تحدثنا عن بالتأكيد استعداد كبرى من وزارة البترول والثروة المعدنية للقيام بهذا المعرض، لو تحدثنا عن أهمية هذا المعرض كونه يحتوي العديد من الشركات العالمية والمحلية. شوفي المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا، إنه بيجمع بين الشركات، بيجمع بين الحكومة والقطاع مع بعض، وبنتحدث على التحديات اللي القطاع عنده. طبعا في تحديات كبيرة جدا، احنا شفنا في سنة 2014 و15 الأسعار دي نزلت وكان في تحديات للاستثمار. ده طبعا الوضع اتغير كتير، فالمشاركة بين الحكومة والشركات مع بعض لمناقشة التحديات بيؤدي ان احنا كمجموعة كاملة حكومة وشركات بنحل المشاكل دي مع بعض، وطبعا ده بيزيد الاستثمار لمصر. تحدثت خلال كلمتك في الجلسة الافتتاحية عن الإصلاح الاقتصادي والخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر وأثرت بالإيجابي بالتأكيد على هذا القطاع، لو تحدثنا أكثر عن ذلك. شوفي الإصلاحات اللي اتكلمت عليها النهاردة الصبح، الإصلاحات الاقتصادية في مصر إصلاحات مهمة جدا، وحاجات إصلاحات اتكلمنا عليها كتير في سنين كتير وعمرها ما حصلت، بس في السنين الأخيرة حصلت حاجات في مصر ما حصلتش في أي حتة تانية في العالم. لو اتكلمنا على مشروع قانون الغاز، قانون الاستثمار، لو اتكلمنا على التحديث في قطاع البترول نفسه، كل دي ستيبس بناخدها بتشجع المستثمر الأجنبي. انا ممكن طبعا اكلمك كتير واكلمك على شركه شال، لكن يعني في انا فخور جدا ان اشوف ان في مصر في استثمارات من شركات اخرى، بي بي واي ان اي، كل الشركات الاجنبيه جايه تستثمر في مصر اكيد من الاصلاحات الاقتصاديه اللي حصلت في السنين الاخيره. طبعا شركه شال احنا بقالنا في مصر هنا حوالي 107 سنه، يعني بقالنا مده طويله في بنشتغل في مصر في البحر الاحمر في الصحراء الغربيه وهكذا. 2016 جمعت بين شركه شال وشركه بي جي واصبحنا من اكبر المستثمرين في قطاع البترول واكبر المنتجين في قطاع البترول وقطاع الغاز. فطبعا عندنا شراكه مع الحكومه المصريه طويله جدا، يعني مش متكلم على اخر 10 سنين او 20 سنه، دي 107 سنه في الأبستريم في الحقول وفي الداونستريم في 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 قطاع التوزيع في وقت ما. كيف ترى ايضا المؤتمر مهم للفرص الاستثماريه، خاصه ان هناك شركات عالميه ومحليه، سيكون هناك عدد من الجلسات النقاشيه والتقنيه ستعرض على مدار الثلاثه ايام للمعرض، كيف ترى هذا المعرض للفرص الاستثماريه؟ شوفي المعرض ده مهم جدا، يعني لما نتكلم على معرض بيعمل بيتكلم على ديب ووتر الاستثمارات في المياه العميقة، ده واحد من المؤتمرات القليلة في العالم، يعني ولو نشوف الاستثمارات اللي بتحصل في البحر المتوسط أكبر من أي حتة في العالم بالنسبة في المياه العميقة، فده مؤتمر مهم جدا. لما تعملي الوصلة بين المؤتمر والإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت في مصر والاستثمارات اللي بتعملها شركة كلم إي إن آي الإيطالية، بي بي إنجليزية، شيل وهكذا، ده بيلم ناس كتير جدا. النهاردة لسه كنت بتكلم من شوية مع شركة توتال مع شركة إديسون، فطبعا ده بيشجع الناس إنها تستثمر، وده يعني أنا اتكلمت فيها النهاردة الصبح. أهم حاجة مش اللي احنا بنعمله، الحاجة المهمة جدا هي الحكومة اللي بتعمله. الاصلاحات اللي احنا اللي حصلة دلوقتي في مصر دي مش بنتكلم عليها، دي اصلاحات كنا بنتكلم عليها بقالنا 20 سنة. فطبعا حاجة مهمة جدا ان المستثمر يشوف ان احنا في مومنتم، ان احنا ننمي الاقتصاد، نمودرنايز القطاع وننمي الاقتصاد بتاعنا.
المهندس طارق الملا وزير البترول تحدث اليوم عن ان مصر بتتحول الان الى مركز اقليمي لتداول الطاقه، كيف ترى خطه وزاره البترول في هذا الشان بخاص بالكلمات التي تحدثت فيها؟ شوفي، مصر ليها موقع متميز في البحر المتوسط، متميز جدا، مش بس ان احنا بين اسيا وافريقيا واوروبا وهكذا، احنا عندنا مصنعين لتيسير الغاز، ده مش موجود في اي حته في البحر المتوسط. عندنا بنيه تحتيه وده حاجه مهمه جدا. لما اكلمك دلوقتي في المشروع بتاع شال اللي هو ويست دلتا ديب مارين، البنيه التحتيه بتاعت ويست دلتا ديب مارين قد مدينه اسكندريه، بحجم مدينه اسكندريه. فان احنا نعمل وصله لغاز من قبرص او غاز من اي منطقه اخرى، ده اسهل لنا. فاحنا لازم نستعمل البنيه التحتيه بتاعتنا، وذر هي مصانع تسييل غاز او عندنا انا اظن احنا 90 مليون مصري، ده احنا بنستهلك. فعندك مصانع تسييل غاز للتصدير، عندنا ماركت لاستعمال الغاز قوي جدا، ده مش موجود في اي حته في البحر المتوسط. فاحنا في موقع استراتيجي مهم جدا ان احنا نستغل هذا الموقع، ان احنا نجيب كل الغاز لمصر، ان ده هينمي الاقتصاد بتاعنا. يعني احنا شفنا طفرة اقتصادية في الفترة الأخيرة لما يجي لنا الغاز بتاع زهر او غاز بتاع بي بي او غاز بتاع ويست دلتا ديب مارين وغاز من مناطق اخرى قبرص وغيرها، ده هينمي الاقتصاد بتاعنا بطريقة حقيقة مشرفة. اخيرا يا فندم، كان شركة شال نصيب في حقل الظهر، تعمل في حقل الظهر ام لا؟ لا، شال لا تعمل في حقل الظهر، نشتغل في ويست دلتا ديب. انا عايز اتكلم على ويست دلتا ديب، ان طبعا ده كان اكتشاف في سنة مش فاكر قوي، اظن سنه 2000، بس احنا بننسى ان ويست دلتا ديب مارين ده كان اسرع حقل في العالم من الاكتشاف لغايه لما اول مركب للغاز المسيل مشيت من الميناء. يعني عندنا، يعني طبعا النهارده بنتكلم على زهر، وطبعا انا فخور اللي مصر عملته في زهر، لكن عندنا خبره قبل كده. ويست دلتا ديب اكتشف سنه 2000، سنه 2005 اول مركب راحت مشيت من مصر لاوروبا بالغاز السائل، وده حقل كبير جدا. فعندنا يعني احنا كنا اوائل في حاجات كتير. توفيق المهندس سامي، بالتوفيق، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا، اشكرك. اذا سيد ورغد، كما تابعت لقاءنا مع السيد سامي اسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركه شل من هنا على هامش مؤتمر موك لعام 2018 المنعقد على مدار 3 ايام. شكرا جزيلا دينا حويدق من الاسكندريه، حيث هذا المؤتمر والمعرض الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط تحت شعار الانطلاقة الثانية لاكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.